انا جماعة الخير الجزء الثاني، الجزء الثاني حنشوف صوتها، نشوف صوت الخنفسة هذه ونتعرف عليها اكثر. فححط هان بس قليلا، ححطها وارجع لكم نشوف كيف شكلها وكيف هنتعرف عليها اكثر. طبعا جماعة الخير زي ما انتم شايفين في هان زي دبوس وهان دبوس، وهذا اللي هو قرون الاستشعار تبعتها. واذا مسكناها هيك، سامعين صوتها؟ سامعين؟ وإلها تم بقص قص وعينيها كبار. تمام، هنرجعها للشجرة تبعت، طبعا هذه جناحين بتطير فيها، هنرجعها للشجرة تبعتها اللي هي بتتغذى عليها. طبعا هذه هي شجرة التين اللي بتتغذى عليها، فحنرجعها لإلها. وباي باي.